نوصل مشاهدينا لفقرة على الموضة مع شانتال أزي. صباح الخير شانتال. صباح الخير. كيفك؟ شو بقى نحكي اليوم عن خريف وشتا بارتو؟ لا اليوم ما في خريف وشتا، اليوم في طبعات ونقشات ورسمات. رح نحكي شوي عن البرينتس. كتير دارجين هالسنة، كتير دارجين هالسنة، وهي مخلوطين مخلوطين، وهي الطريقة اللي بتباروا فيها الديزاينرز بالرانويز. بما انه الستايل زينا بيكون معروف شو هو، وبتلاحظ انه اغلبية الرانويز تبقى متبعة زيت الستايل والترندز من سيزن لسيزن. الطريقة اللي بتباروا فيها الديزاينرز هي من خلال البرنتس، ومين اللي عمل اقوى برنت بالسيزن، مين اللي قدر يعمل طبعة ما شفناها عن غيره. خاصة انه نحن كل سنة ننطر الفابريك ديزاينرز التليان لينزلوا لنا اجمل نقشات والوان واي طبعة أكتر. لانه هن الاقوى اكيد بهيدا المجال. لبارات كرمال هيك بتشوفي انه السيسيليان برنتس بدولشي اند جابانا على طول هو اللي بيبقوا من اكثر الاشياء البيسز اللي بتنباع سنويا. كارولينا اريرا معروفه بالفلورال، يعني صار في ديزاينر عالم بتهرب شوي من البرنتس، او في ناس ما بتحبها. هون بتحسي كل الاذواق ممكن يحبوا هيدا ستايل. انا من الاشخاص اللي ما بحب البرنتس ابدا باللبس، وهيدي من اول السيزونز اللي بعتبر انه هاي البرنتس هي تزبط. حتى شو بدك تلبس برنت اسود على اسود؟ يعني شو بدك تقول طبعا اسود؟ انا لابسه برنت بس انت انا مش قشعته. لا بس انا بقدر اشوف انه هو الاشياء عن جد تقدر تتقبلها الاشخاص اللي حتى ما بتحب الطبعات. مثلا انا ماني من الاشخاص اللي بحب الفلورال برنتس كثير، بس الرينيسانس انا عم بشتغلهم اكيد. بس انه اشياء مثل الرينيسانس، اشياء مثل الجرافيك دوتس، بحس انه فيها كرياتيفيتي بتطلع حلوه على الجسم وهيك غريبه وجديده شوي. صح. ننقل على الصوره اللي بعدها، منكفي كمان نشوف شو البرنتس اللي دارجين لهالسيزن. اللي دارج واللي غريب هي نقشه انا ما بحبها ابدا، بس تحولت كمان لطريقه حلوه، هي التشكرد. نقشه التشكرد اللي هي الكارويت كوستي. صح. السنه دارجه على الوان، عطيتها هيك مور ريفرشنج لوك، ستايل صيفي اكثر، او انه يكون اذا بدك على هيك مطبع كله بالاوتفيت بذات الوقت ومخلوط بالوان جديده. هيدي فتره هي عاده دارجه كثير بالبراندز، يعني يطبعوا اللوجو تبعهم هيدي السنه. فانا ما كثير بحبها صراحه، يعني ما بحب انه حدا يلبس هيك الفستان اللي كله مطبع البراند تبعه. اجمل هيك، يعني تحسي انه فيها طبعه بس مش اسم الماركه. حتى انه التشكرد هو من الاشياء اللي بتحسي عاده ببين القطعه شوي قديمه، لانه هي نقشه كانت تنلبس من الرجال من زمان، كانت تنعمل كثير على سوت جوخ، بقى بتعطيك فايب شتوي، بتعطيك فايب شوي قديم. ودائما بحطوها بالموفي اذا في واحد اريري بيلبسوا تشكرد. بقى السنة عم نشوفه على ألوان هيك فرحة وقوية ومخلطة، وبتلاحظ إنه لا معقول تتقبليها أكتر، درجة بطريقة حلوة، مع إنه كمان درج التشكرد يلي هو قديم، يعني عم التشكرد البيسك اللي بنعرفه مش مجددينه يعني. إيه كمان درج، أنا هيدا اللي ما بحبه. اللي انبسطت فيه إنه هالمرة الترند دخله ألوان بالنقشة أكتر، هيك بعطيها ستيل جديد. بننقل على الصورة اللي بعدها، منكفي كمان نشوف البرنتس. أكيد الفلور اللي زينا بيدرج كل سنة بالسبرينج اند سمر، ما انه شيء جديد. صح. بس الفلور اللي دارج لهيدي السنه هو اللي بتحسي انه في ارتست رسمه من ورا، يعني كانه اتس ا بينتينج مش طبعه. وحتى الطريقه اللي معمولين فيهم الفلاورز بتحسي انه مستوحيين اكثر من لوحه، مش انه من نقشه ورود اللي نحن عاده معودين نشوفها، خاصه انه عم بتشوف الديجرادي اكثر بطريقه الرسم الفلاورز. هذا ستيل خلق للصيف، ما بتحسي انه في قطع صيف ما يكون في هيدا الستايل. صح. صيف والربيع انه حلو. هلا انا ما كثير بتتقبليه مثلا من فوق لتحت مثل هيدي يعني السوت هيك سوا، قصدك الصوت الاخضر او الكوت؟ اخضر. الصوت الاخضر يلي بيجي شوي ديجرادي اذا بدك تحسي انه قوي كثير. انا بحبه على الدريسز، على السكيرتس، على الكورسيب. هلا اللي كثير حلو وجديد السنه هو لوكس زيمرمان اللي عم نشوفه بالكورستري، لانه زيمرمان السنه مدخل نقشات فلورلز مقسمه بذات الاوتفيت مختلفين، يعني هالكورسيه اللي عم نشوفها هلا فيها خمس انواع برنتس مجموعين مع بعضهم بالكورسيه، ودارج كثير انك تخلطي انواع فلورلز مع بعضهم، والنقشات الكبيره والنقشات الصغيره، يعني يا الفلور اللي كثير كبير اللي مبين كمان بينتد، يا الفلور الصغير اللي بذكرنا شوي هيك بموني. هو
وهول الطبعات اللي كثير دارجه هالسنه. دارج تلبس بانتس تبعه وتوب تبعه تاني، هيدا ما بعرف قد ايه ممكن نتقبله. هلا هالسنه دارج خليط بين المنت برنتس زينه وبالفلورل، بس يكونوا تون اون تون، يعني يا القطعه افتح يا اغمق من اللي قبلها، مش انه الوان كثير مختلفه، يعني اخضر غامق اخضر فاتح بالسنيك سكن، ونفس الشيء بالفلورل. اوكي هولي كانوا البرنتس اذا بدك اللي دارجين لهالسنه بال 2023. خلصوا الصور؟ خلصوا الصور. بعد في صوره؟ بعد في عنا صورة. أنا نقيت سبعة برنتس صح. هون في عنا السانست برنت زناية اللي هو المغيب، الشمس اللي دارج على اللوكس هالسنة بالكوتير والأورنج اللي دارج أصلاً كتير. الأورنج دارج، الفوشة دارج، والأورنج والفوشة مع بعض كمان صار لهم سنتين. جوتشي يمكن من أول ما بلش بهيدا الستايل وطلع حلو، يعني طلعت حلوة هالكومبينيشن بين الألوان. هيدي صارت وقتها صار في كولر بلوكينج بالكورونا وبلشوا ينزلوا الألوان القوية كتير مع بعضها، رجعت ألوان الفوشة والأورنج مع بعض والبيربل والأورنج مع بعض. صح، السنة عم نشوف السانسيتس والرينبوز دارجين كابرنتس، الوان الرينبو اللي هي كثير هيك فرحه مع بعض، والوان السانست اللي بتعطي ديجريديشن الوان من الاورنج للاصفر، ومن بعد ما خفينا شوي التاي داي ستايل اجى البلورد لاينز، يعني كل النقشات الساتس اللي رح نشوفهم هالصيفيه هي اشياء مزيحه وملونه. اللينير رجع دارج اللي كان دارج كمان من زمان اللي هو اسود ابيض زيح بالاوتفيت، ودارج شوي بلورد على الوان كمان بذات الوقت من بعد ما كنا قبل كان منقط التاي داي بالطبعات، هلا صار اكثر لينير وجيومتريكال اكثر بالنقشات. حلوه يعني تعد الموضه شانتال، يعني حيلين على شيء حلو بتخيل، لانه اخذت وقت من بعد كورونا بتحسي انه صار في جمود هيدي السنه، لهيك رجع صار في كرياتيفيتي عند الديزاينرز بطريقه كثير حلوه. هيدي اكثر سنه بعتبر انه الموضه رجعت تحسنت فيها. صح. رجعت درجه الاشياء المرتبه والكلاسي بذات الوقت والطبعات الكرياتيف من بعد ما كان في هيك شويه ضياع بالموضه. ضياع. شكرا كثير لك شانتال، مثل العاده كمان بتكوني معنا كل احد. بشوفك الاحد المقبل.